زيكم. تنبيهات. أول تنبيه عاملين بيقولوا بقى أن يوم الجمعة الجاية يوم للشباب. افتكرت تحول يوم السبت. يوم الجمعة الجاية يوم الشباب في الفرير، المكان اللي بنعمل فيه اجتماع الأربع، فمن الساعة 12 في يوم للشباب يوم الجمعة الجاي. تنبيه نمرة 2، يوم السبت اللي جاي لظروف المكان ما فيش اجتماع سبت، يوم السبت اللي جاي لظروف المكان، يعني المكان وما لقيناش اماكن تانية، فلظروف المكان ما فيش اجتماع سبت للي منكم او للي بيسمعوا اكتر بيحضروا اجتماع السبت. تنبيه نمرة 3، هاخد وقت شوية لانه قالوا لي لازم ننبه بداية على المؤتمر اللي جاي. هو مش مؤتمر، هو زي تعليم، مش زي يعني هو تعليم، فما هوش الحجز. مين ما يجيش؟ هقول لكم مين ما يجيش. اللي عايز وضع يد ما يجيش، ما فيش وضع يد. اوكي، ادي نص المؤتمر فاضي. فبوضوح كده على بلاطة، اللي بيجي المؤتمر او المؤتمر هيبقى اسمه لاهوت خدمة الملكوت، فمش هنسميه مؤتمر لاهوتي لانه هتكتشفوا في المؤتمر الفرق ما بين اللاهوت النظامي واللاهوت التطبيقي او اللاهوت العملي. الكلام ممكن يبقى مجعلظ شوية، فاللي ما بيحبش كلام مجعلظ ما يجيش، المستني وضع يد ما يجيش، اللي جاي يتعزى عشان عندهم مشكلة في البيت فجاي ما يجيش، اللي جاي عشان يقضي أوقات تسبيح طويلة ما يجيش. نعم، نيجي ليه؟ لا انا عايز افضي، انا عايز افضي، انا اصلا لو حضرت المؤتمر اللي فات هتكتشف الدافع اللي جوايا، انا عايز افضي المؤتمر. فانا بعمل كده عن قصد. ايه تاني ما يجيش؟ اللي هيجي يوم واحد بس ما يجيش، فاللي مثلا ما بيجيش من الخميس وبيحب يجي الجمعه بس، هو الجمعه الوحيد اليوم الفاضي، ما يجيش. ايه كمان ما يجيش؟ حد يساعدني. طيب. اللي جاي عشان يبقى في وقت فاضي ما بين الاجتماعات فيبقى في، ما يجيش لان مش هيبقى في وقت فاضي. المؤتمر مضغوط، بمعنى انه هو دراسات لاهوتية، هيبقى في 10 اجتماعات في المؤتمر. احنا نورمالي بنعمل 5 اجتماعات، فالمؤتمر هيبقى فيه 10 اجتماعات، يعني 5 × 2. اوكي، فهيبقى فيه 10 اجتماعات. الاجتماعات عباره عن محاضرات، اللي جاي هيبقى عايز يكتب، اللي جاي هيبقى عايز يكتب مش جاي يسمع، جاي يبقى عايز يكتب. وعشان كده ما ينفعش يبقى انا حاجه الجمعه بس، ما نورمالي في ناس كتيرة بتيجي الجمعة بس بقوم عامل زي ملخص اللي حصل يوم الخميس عشان ألقط الناس اللي جم الجمعة بس ويقوم مكملين معنا في المؤتمر. مش هينفع خالص خالص نلعب الألعاب دي كلها، لأنه الخميس أصلا هيبقى فيه اجتماعين، يوم الجمعة هيبقى فيه 5 اجتماعات. انتوا كويسين؟ وهم السبت هيبقى فيه 3 اجتماعات. وبالتالي ما هوش اللي جاي بقى عايز او عايز او عايز او عايز كل الحاجات دي ما يجيش. مين اللي يجي؟ اللي يجي اللي عايز دماغه تتستف، ما يبقاش محمول بكل ريح تعليم، عشان يستخدم كسهم ثاقب في حق الملكوت. ايه الفرق ما فيه لاهوت؟ يعني في كليات لاهوت كلها على راسنا من فوق،
بس في فرق ما بين اللاهوت النظامي واللاهوت التطبيقي. اللاهوت النظامي بيحكي عن أمور الله، بيحكي عن فلسفة الوجود الإلهي، بيحكي عن فلسفة شخصية الله، بيحكي عن الله والثالوث الفداء الخطية الإنسان. أوكي، ده اللاهوت النظامي، ده كليات اللاهوت، وده مهم جدا على رأسنا من فوق زي الفل، 100 فل و10 ماشي، مهم. لكن مش ده اللي احنا هنعمله. فاللي هنعمله ما هواش، انتوا موجودين هنا، انا اسف، اللي هنعمله ما هواش لاهوت نظامي. ايه الفرق بين اللاهوت النظامي واللاهوت التطبيقي؟ اللاهوت النظامي يميل الى فلسفة المسيحية، اللاهوت التطبيقي يميل الى تجديد الذهن لحياة بحسب حق يحفظك وتقف بيه، مش لما تسمع عكسه تقول وماله. في ناس لذيذة جميلة كده، يسمع يقولك ال 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 ربنا هو مصدر الشرور فيمصمص شفايفه بكي، يسمع ان ربنا صالح يمصمص شفايفه يقول ربنا بيسمح بالامراض يمصمص شفايفه يقول بكي، ربنا رفع اللعنة بتاعت الامراض يمصمص شفايفه يقول انا اسف انا اسف انا اسف ما ما ما, ما بينفع ما ينفعش ما ينفعش انتهى الزمن ده. لو انت عايز تبقى من الاشخاص اللي بيستخدموا في الزمن اللي جاي، او حابب الخط الثاني، امين مجدا، يعني ليكن ليكن لك، بس بحسب ايمانك ليكن لك. لكن فربنا بيطلع، يعني او المفروض بيطلع من 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 بلدنا، من ادراك حق عن شخصية الرب نفسه، برغم ان احنا مش هنحكي عن فلسفة شخصية الرب زي اللاهوت النظامي، لكن هنحكي عن شخصية الرب التطبيقية، الرب الحاضر، الرب المتجسد، الرب الساكن. فهنحكي لاهوتيات اللغة، مش هتبقى لغة تشجيعية وعظية لذيذة عليها مكسرات، لكن هتبقى لغة لاهوتية أكتر، مستفة أكتر، وقت التسبيح أقصر. ممكن سيشنز ما نصليش وراها، يعني ما عرفش هنعمل إيه، بس فاهمين قصدي؟ يعني ممكن محاضرة تبقى كده هو يعني ماشي. اي حبيبي حاضر، طالما في ماشي. هنشوف هنعمل فيها ايه بعد كده، بس هي هتبقى بتتعرض، يعني هتبقى يعني هنشوف نعمل لها ايه بعد كده، هنعمل لها حاجه يعني بعد كده. فمره تاني اؤكد مش هيبقى في وقت وضع يد ولا في اخر اجتماع ومش هيبقى البعد بعد تعليمي لاطلاق حق. عشان كده حريص ان اللي جاي بيبقى عايز يكتب. هنكمل مؤتمرات عادي بعد كده، بس المؤتمر ده لو مش عاجبك النظام ده، ريلاكس، اقعد في البيت، اشرب كوكاكولا، اتفرج علينا في اليوتيوب لو نفسك، وتعالى المؤتمر اللي وراه. بس المؤتمر ده مهدف لكده بوضوح، فهو لاهوت خدمة الملكوت. هنحكي في كذا تراك، في الأغلب حبوا 4 تراكات أساسية: لاهوت النعمة والتجسد، لاهوت الملكوت والسلطان، لاهوت الآيات والعجائب والنهضة، لاهوت الإرسالية والنبوة. كل دول تراك لاهوتي، بمعنى هنفتح في الكتاب المقدس وهنفصص آية ورا آية ورا آية، ونطلع حق ورا حق ورا حق ورا حق. حاجات كتيرة منهم هتبقى انتوا بالفعل عرفتوها وسمعتوها خلال الاجتماعات، وبالذات اللي بيحضروا بقى لهم كتير، ماشي. ففي لاهوت النعم هتسمع كلام انت سمعته يمكن 15 مرة في وسطين، ان احنا نكونش بنحب موضوع النعمة، فبنحكي عن النعمة كتير، بس هنحكي كأننا بنحط حق ورا حق. امين. فهو ما هوش يعني ممكن تحضر لاهوت النعمه، ولاهوت النعمه هيبقى اطول واحد فيهم، لان هيبقى جواه لاهوت التجسد ولاهوت شخصيه الرب الحاضر.
كل اللاهوتيات دي هتبقى بالنسبة لك في بعض الأحيان مسلمات، بس بتتست في جواك، علشان لما تسمع كلام عكسه ما تبقاش احتمال يمكن، ما هو قال وآية، ما هو في آية بتقول، لا اسمع الحق. هتفهمها؟ أوكي. فده هدف المؤتمر اللي اسمه لاهوت خدمة الملكوت. عرفتوا أمين ما نجيش؟ الميعاد هيبقى 24. انا اسف الموتش معاك بعد كل الكلام ده. اوكي. 24 هو يعني الاسبوع الثالث من الشهر اللي احنا فيه ده، اللي هو دخلنا عليه يعني سبتمبر. امين. نفس المكان، في نفس المكان، في فاونتن جيت. التفاصيل كلها، وهيبقى في اوتوبيسات بتروح وتيجي برضو كل يوم للي ما عندهمش بيات او للعدد اللي هو فوق البيات. بس مش معنى ان في اوتوبيسات بتروح وتيجي ان حد يجي مثلا السبت بس. يعني مش عارف اعمل له ايه، هيقعد جنب الحيط. فاهمين قصدي ايه؟ اوكي. فافضل انك لو انت حابب الدنيا تبقى متستفة في كبسولة محددة في 10 محاضرات يومين ونص، تاخد شوت عن لاهوت الملكوت، يبقى التزم بيه او ادي للرب يعني اليومين ونص دول. ماشي. طيب، مشاركة صغيرة. سفر زكريا، رب صالح جدا. انتوا عارفين انه من اقوى الحروب اللي هتتم في الازمنه الاخيره هي عن صلاح الرب وعن استجابات الرب وعن وعن قوه الرب انها حقيقيه ولا لا. روح ضد المسيح هو روح ضد المسحه التي تاتي في الجسد. روح ضد المسيح هو الروح الذي بيفصل السماء على الارض، فأرضك تبقى مفصولة عن السماء. كل ما تحس مع الأيام إن أرضك مفصولة عن السماء، اعرف إنك في مواجهة حقيقية تفرحك جدا 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 جدا، لأن ربنا كده بيقولك أنت في الصفوف الأولى، اللي لما أول ما تحس إن أرضك مفصولة عن السماء مش تقوم راجع لورا ومتلخبط، لكن تقوم تواقف وموصل أرضك بالسماء. مش انك تلاقي ارضك مش حاصل فيها بركه او مش حاصل فيها نعمه او مش سلسه او مش ماشيه بسلاسه فتتلخبط وتشك. ما هو هنا 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 اهميه حاجه اسمها لاهوت. اللاهوت ده بيجدد، هنحكي عليه بقى، اللاهوت ده بيجدد ذهنك، يعني اللاهوت ده بيستف افكارك، بيطلع شخصيتك. لو اللاهوت ما طلعش شخصيه جديده، لو ما يبقى ما يبقى ملوش اي معنى، يبقى فلسفة. عشان كده في فرق ما بين اللاهوت النظامي اللي هو السيستماتيك اللي هو بتعلم في كليات اللاهوت، واللاهوت التطبيقي. اللاهوت التطبيقي يجب أن يغير من شكلك. اللاهوت النظامي فلسفة أفكار، اللاهوت التطبيقي يجب أن يغير من شكلك. ليه؟ لأنه بيغير من طريقة تفكيرك، بتصرف إزاي. فلما يحصل حاجة عكس لاهوتك أنت مش بتتلخبط، أنت بتقف وتغير ما هو عكس لاهوتك. فاهمين؟ فلما اوكي هرجع لنقطه لما دخلت في المواضيع بحبها ارجع. لما تجد ان ارضك مش حاصل فيها كل الوعود اللي موعوده ليك في السماء، مش معنى كده انك تتلخبط، لان ده احد اظهارات اللي هتزداد مع الايام. ده اظهار ايه؟ ده اظهار ضد المسيح. يعني اظهار ضد المسيح. المسيح ضد المسيح، روح ضد المسيح كل شغلها، مش انه بيقف يقول لك المسيح مش ابن الله، ما هو موجود من زمان كلام، لكن القصه كلها انه ياتي ليك بتقل، ياتي ليك بتقل. هذا التقل جاي مصدره ايه؟ ان الارض بقت مفصوله عن السماء. اللي بيحصل في الارض ملوش علاقه بالسماء خالص. كل الكلمات السماويه، الوعود السماويه، العرش السماوي، الحضور الالهي، الاستجابات السماويه ما بقتش بتحصل في الارض،
وروح ضد المسيح يقوم دايس 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 في الحته دي، وده اللي بيحصل ويزداد. هنا ولاد الرب، هنا المسيح، هنا المسيحيين. لان المسيحيين بيقفوا يقولوا المسيح جت في الجسد. فاكرين الايه اللي بحبها في اعمال 11، دعي التلاميذ مسيحيين اولا في انطاكيا. ليه؟ انطاكيا جرأت انها تقول ان المسحه بتاتي في الجسد، احنا بقينا مسيحيين. قبل كده كان اسمهم تلاميذ، والمسيحيه كان اسمها الطريق، ماشي؟ فاحنا تلاميذ الطريق. بالمناسبه ده كلام حلو برضو، ده مش كلام وحش، مش بقلل منه، بالعكس، لانه ده بيلغي الدين المسيحي وبيقول لك انت في طريق، ودي حاجه كويسه برضو، ماشي؟ فبيلغي التدين وبيقول لك احنا في طريق وراء الرب، ماشيين مع الرب يسوع. فما عنديش مشكله في الاسم القديم للمسيحيه اللي اسمه الطريق. لكن اللي عجبني في اعمال 11 او في روح كنيسه انطاكيا، لان كنيسه انطاكيا كان كنيسه ملكوت، لما كنيسه اورشليم بقت كنيسه تقليديه ووقفت في حته معينه، انتقل السبوت النور وسبوت الفيفر، سبوت الرضا الالهي او سبوت النهضه لانطاكيا، لان انطاكيا كانت كنيسه مكسره التدين وخارجه تجاه الملكوت. فدعي المسيح التلاميذ مسيحيين اولا في انطاكيا، لانه جرؤوا انهم يقولوا ان المسحه علينا، المسيح فينا. قبل كده ما كانوش بيجرؤوا، يقولوا احنا ماشيين ورا المسيح، مصدقين في المسيح، المسيح هو ابن الله بايمان، لكن ما كانش الادراك ده منور جواهم. روح ضد المسيح بياتي في الازمنه الاخيره عشان يفصل ارضك عن السماويات ويقول لك احد المسميات في الازمنه اللي جايه وهتزداد، انك تعمل مساومات داخليه جواك ما بين الواقع بتاعك والحق اللي انت عمال بتسمعه بقالك كذا سنه، والحق ده لازم يتستف جواك. عشان كده المؤتمر اللي جاي، المؤتمر مش هدفه بس نعمل كده، لكن المؤتمر هدفه اطلاق خدام من الاجتماع ومن بره الاجتماع ومن كل حد بيسمع ومن كل بلد بتسمع باللغه العربيه، اطلاق هذا البعد من الخدام ايا كان المكان بتاعهم. بس في نفس الوقت هو الوقوف في الحته لما الارض تبقى عكس السماء، اني بقف في الارض دي، مش بهرب منها، مش بساوم، مش معلش، مش ما لا، بقف في الارض اللي مفصوله عن السماء والسماء مش موجوده فيها، عشان تاتي السماء على الارض بادراك، ادراك دي شخصيه الرب، وادراك ان المسحه في الجسد. ضد المسيح واخدين بالكم، انا بشوط في حاجه، بس ما اعرفش، انا بشوط في حاجه. بشوط لشغلك، بشوط لصحتك، بشوط لاستخدامك، بشوط لصلواتك اليوميه، بشوط لاستجاباتك، ان السماء تستجيب ارضك، وكل حاجه فاصله ما بين اللي في السماء وارضك، ده مش تمصمص شفايفك تقول ما حصلش، ده هتوقف بايمان، لان ده مكان المسيحيين، ده المكان المسيحيين بيقفوا فيه، الحتة اللي ما فيهاش استجابات. المسيحيين لما ما كانش بيحصل استجابات كانوا بيتلخبطوا. المسيحيين الجدد لما بتحصل، لما الحتة ما بقاش فيها استجابات بيقفوا في الحتة اللي ما فيهاش استجابة. انتوا بخير؟ هنا المسحاء، هنا مسحاء الرب، هنا أبطال داود، هنا المكان اللي فيه اسمهم بيبقوا مسيحيين، لأنه القصة كلها إن مفيش مسحة في الجسد، لكن لما المسيحي يقف الحتة هنا هو بيقول في مسحة في الجسد. فروح ضد المسيح مبقاش لي عنده شهادة، لأن بقى في واحد هنا بيقول في مسحة في الجسد. لو سومت مع قوة المسحة، لو سومت مع نعمة الاستجابات، لو سومت مع أنا متلخبط لأن ربنا ما حملش استجابة هنا وأنا مش حاسس بحضور ربنا الأيام دي، لو سومت مع كل حاجة دي، أنت بتفقد مكانك اللي أنت دعيت لي هو إعلان المسحة في الجسد. عشان كده أنت اسمك إيه؟ مسيحي بالهاء. عشان كده أنت اسمك مسيحي، عشان تقول ان المسحه في الجسد.
كل روح لا يعترف أن المسحة جاءت في الجسد هو روح ضد المسيح، متشخص على ضد المسيح، على ضد أن المسيح هو ابن الله. بس بقولها كتير وبكررها دلوقتي هو أنه ما اسموش روح ضد يسوع، اسمه روح ضد المسيح. ليه؟ لأن هو روح ضد المسحة التي أتت في الجسد، مش روح ضد يسوع. أوكي. كل ما الأيام بتخش، كل ما معرفش انتوا عايشين في الأرض ولا أنا اللي عايش في الأرض بس ولا إيه، مش فاهم، وشكم مش مشجعني كأني بتكلم كلام لويندي، معرفش يعني. كل مرة لا تحدث استجابة قدامك فرصة مساومة ما بين إنه الأرض مفصولة عن عن السماء، أو إنك ترفض إن الأرض تبقى مفصولة عن السماء وتقف في المكان اللي ما حصلش فيه استجابة. المسيحيين مش بيقفوا في أماكن الاستجابات، بيقفوا في أماكن ما فيهاش استجابة في حياتهم أو في حياة آخرين عشان يأتوا بالاستجابة، عشان يأتوا بالسماء على الأرض. والتكليف الإلهي إن المسحة السماء جاءت في الجسد، السماء جاءت في الجسد. كل حاجة في الزمن اللي جاي هتساوم ضد الحق ده، هتوقف ضد الحق ده بطريقة عملية. ده مش وعظ، ده بطريقة عملية. تقولي صلينا للشغل وما حصلش حاجة. انت فاكرها جملة قلتها كده وعدت؟ لا، دي مش جملة وعدت، دي سايبة حاجة في الجو كده. ما اعرفش، اصل انا الناس بتجيب لي جمل زي كده كتير في بعض الاحيان، ورمين الجملة وماشيين، هم زي الفل، بس هم رمين الجملة وماشيين. هو بيقولوا ايه؟ بيقولوا ما حصلش حاجة، حتى ما حصلش حاجة، حتى ما حصلش حاجة. هم مش فاهمين ان هم ماشيين تحت السقف ده. ويمكن لو قالها ومشي فرحان، امين، اوكي، كويس انه مشي فرحان، حاجة كويسة، لكن انت محتاج تدرك ان انت بتقول ايه. لأن أنت بتقوله ده بيقول إن الأرضك مفصولة عن السماء، فما تقولوش باستهانة، ومش لازم تقوله معايا كأنك بت 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 بترمي هم. لا، أنت بتقوله معايا عشان تقف أنت وأنا في الحتة اللي بيقول إحنا رافضين إن أرضنا تبقى مفصولة عن السماء، إن المسحة في الجسد. والمسحة مش في الجسد، دي مش في الجسد. هو مين جسد المسيح النهاردة في الأرض؟ حضراتكم، عينين ودان ورجلين وبق ومناخير مش نحن جسد المسيح؟ والمسحة جت في الجسد. مفيش حتة في جسد المسيح مفيش مسحة. لو قلت أنا معليش مسحة يبقى أنت مش في جسد المسيح. ولو انت مش في جسد المسيح بسرعه خش، ولو دخلت فانت عليك مسحه، لان مفيش حته في جسد المسيح ما عليهاش مسحه. سلاء، انتوا كويسين؟ احنا ما ابتديناش مؤتمر اللاهوت لسه، انتوا مش هتكلم بالطريقه دي، عامه هتكلم اصعب. كان الله في العون. المهم، انا بحكي ده لان ده مهم جدا، انك ما تساومش مع عدم استجابات، او ما تساومش مع مشاعر سلبية، او ما تساومش، لكن وقف وادرك انه هو ايه اللي انا حاسس بيه ده، حاسس بيه ليه. ولو انا حاسس بيه ده روح ضد المسيح، دي حاجة تفرحك جدا 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 جدا. ليه؟ لانه كويس انك حاسس بكده، لأنك لما بتحس بكده أنت مدعو أنك تقف في الحتة اللي ما فيهاش استجابة دي. ده حاجة كويسة جدا جدا جدا. أي امتياز. تقولي طب أنا يمكن ما أقدرش، أقولك ما هي القصة مش على قدرتك. مين ضحك عليك وقالك بقدرتك؟ هي مش على قدرتك خالص. أنت بتقف في الحتة اللي ما فيهاش استجابة لأنك أنت ما تقدرش تعملها. أنت لو مشيت وهربت من الحتة اللي ما فيهاش استجابة، أنت بتحاول تعملها بزراعك، تبقى قابلني. وكلنا عندنا اختبارات، لو حاولنا نعملها بذراعنا جابت ايه. لكن لما بتقف في الحته اللي هي مش بذراعك،
بس الحتة اللي منظرها اللي منظرها صعب، منظرها صعب، بتقف في النعمة اللي منظرها صعب، بتقف في الحتة دي، في الحتة دي في نعمة وفي معونة. لأنه مقاصد الرب إنك إنك تقف في هذا الرضا الإلهي اللي اسمه حضور، اللي اسمه نعمة، اللي اتفتح على حياتك بسبب الدم، بسبب يسوع. أنت كويسين؟ طيب زكريا 8. بصوا زكريا 8 محتاج تشوفه مش تسمعه. يعني وانت بتقرأ في البيت او بتسمعه دلوقتي، اسمعه عشان تشوفه. كان كلام رب الجنود قائلا هكذا قال رب الجنود، غرت على صهيون غير عظيمة وبسخط عظيم غرت عليها. هكذا قال الرب قد رجعت إلى صهيون وأسكن في وسط أورشليم، فتدعى أورشليم مدينة الحق وجبل الرب، وجبل رب الجنود الجبل المقدس. كل الآيات اللي جاية في زكريا 8 مفتاحها الثلاث آيات دولة. الثلاث آيات دولة بيقولك أن ربنا بيغير جدا على شعبه. بالمناسبة سخط دي، سخط الرب هو سخط الرب العظيم ضد كل حاجة بتوقف الصورة دي في حياة شعب الرب. الرب بينتقم من كل حاجة بتعطل تقدمك في الملكوت، والرب بيسخط ضد كل حاجة بتعطل تقدمك في الملكوت. مش بيسخط منك، بيسخط من كل حاجة بتعطل تقدمك في الملكوت. ده حق كتابي. فكل آيات اللي جاية هي سببها الثلاث آيات دولة، ان ربي يغير جدا على شعبه. ربنا غيران عليك، ايه الأخبار الآيام دي؟ تقول لي ده انا حاصل في حياتي، يقول لك ربنا غيران عليك. تقولي غيران ليه؟ يعني تقولي انا في الايام دي متلخبط خالص، اقول لك ربنا غيران جدا انك متلخبط. تقولي غيران يعني زعلان مني، اقول لك لا، هو غيران عليك انك متلخبط، فبيعمل كل حاجه عشان يحضنك، يضمك، يحط راسك في صدره، يحط دماغك في يحط صوابعه في دماغك، عايز يعمل كل حاجه لانه غيران انك متلخبط. مش غيران فزعلان، هو غيران فعايز ينقلك، هو غيران ليك مش غيران ضدك. كل مرة الرب يتكلم عن غيرة رب الجنود كان يتكلم عن حاجة إيجابية لشعب الرب، لامتداد ملكوت وللسلام لا نهاية. غيرة رب الجنود تصنع هذا. لما رب يغير على شعبه كان بيقضي على الأعداء اللي متعبين شعبه. لما رب غار على شعبه يقولك فأجمع شعبي بالمراحم. إذن غيرة الرب تعني مراحم للشعب وقضاء على أعداء الشعب. محبة ربنا مليانة غيرة. فاكرين الآيات اللي قلناها محبة الرب قاسية جدا؟ فاكرين الآيات دي؟ ده قلب الرب، ده قلب الرب، ده الحته اللي بيحطك فيها وحطك في هذه المحبه. اصل كتير بننسى، كتير بنخش في الحته الحقيقيه القويه، انك محطوط في قلب الرب، في لهيب لظى حب الرب، مياه كثيره لا تستطيع ان تطفئ هذه المحبه. والمحبه دي مليانه غيره، الغيره قاسيه جدا. يعني ايه غيره قاسيه جدا؟ يعني غيره بتحيط بيك من كل حته عشان تطلع منك الصوره اللي في قلب الرب، وغيره بتقضي على كل حاجه بتعطل حياتك انها تتحرك. كل حاجه بتشل تقدمك الرب يغير عليها فبيقضي عليها. ولما بيغير عليها عشان يقضي عليها، هو بيطلق فيك الطبيعة اللي تحقق النقلة اللي الرب عايز يعملها. بعضنا محتاج يوقف يقول يا رب غير عليا كمان. هو مش محتاج توصية، بس بعضنا محتاج يدرك ان رب يغير عليه قوي، بيغير على قلبه، بيغير على مشاعره، بيغير على صحتك،
لو بيغير على صحتك هيشفيك ولا لا؟ لما انت لو ابنك تعب بتطلع كل حاجة وبتغير ازاي ابني تعبان، فكان بالحري الصالح اللي احنا بالمقارنة بيه اباء اشرار. بنتصور احنا بنحاول نقنعه انه يشفينا، قصة مش كده خالص خالص خالص. داخلين من حارة عبودية، والحارة العبودية دي ما بتاخدش، في بعض الاحيان بتاخد لان الهنا رحيم، لكن حارة العبودية دي ما بتاخدش. حارة الابناء بيورثوا، ولانه ابن فهو وارث، وانه وارث هو مش قلقان هيورث ومش هيورث، هو مش طول الوقت عمال بيبص انا خفيت ما خفيتش، خفيت ما خفيتش، هو مطمن تماما. ويجي له ربشاقي يقول له انت فاكر المرض ده جالك كده عشوائي؟ ده درس من ربنا، من ربنا. فتقول لربشاقي ربنا بتاعكم غير ربنا بتاعي. انا بتكلم بجد، ان جاء الوقت انك تغير لربنا زي ما ربنا بيغير عليك، انك تغير لربنا اللي بيتهم انه بيبعت امراض عشان يعلمك درس. لو ما خرجتش من كليه من الثلاث يومين ونص دول بتغضب لما حد يقول جمل زي كده، يبقى انا فشلت. لازم تغضب. بالمناسبة كل اللي ربنا استخدمهم في شفاءات بقوة أكتر من اللي بيحصل في وسطينا، بالمناسبة بتجيلي شهادات شفاء طول الوقت، بس أنا مش بقعد أشارك كل الوقت. أكتر من اللي بيحصل في وسطينا بيبقوا جواهم عنف ضد المرض، وغضب ضد أرواح الشر، وغضب ضد أي جملة بتتقال على الرب إن هو بيأتي بالمرض. دي حقيقة، دي حقيقة تاريخية. وبالتالي لو انت مغضبتش من صباع ابليس، عمرك ما هتطلع هذا الصباع من جسد حد. يسوع دخل الهيكل كذا مرة لغاية لما بقلل غضب فأمسك الحزام وطردهم. لما بتوصل للمرحلة ان غيرت بيتك بيت الرب تأكلك، بتعرف تطلع الحاجة الغلط من جوه. حاجات كتير ما بتخرجش من حياة البعض لأن لسه الغضب بتاعهم ما بقللش ضدها. أنتوا كويسين؟ طبعا أنا مش بتكلم عن نرفزة. بتكلم عن غضب الروح، بتكلم عن الحق اللي يخليك ما تساومش، ومش علشان تبقى مقبول في وسط الناس فتقول كلام منمق كده عشان بس القعدة تمشي. لا، بيأتي زمن، وانا مش بقول لك هاجم الناس، مش بقول لك بخ في الناس كلام، لكن في نفس الوقت بيأتي زمن ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش انت تسمع الاتنين وتمصمص شفايفك وتقول اه الله جميل. زكريا 8، فربنا بيغير، وغيرة رب الجنود تصنع هذا. غيرة الرب مليانة مراحم، رب يغير، بيحبك لدرجة الغيرة، ومحتاج تسكن في هذه المحبة وهذه الغيرة، وتسكن قلبك وجسدك وبيتك وحياتك ونفسيتك، وتستحمى في هذا الحب الإلهي اللي مليان غيرة، لأنه محتاج يغطي كل حاجة، لأن لو غار رب عليك مش هتفضل حاجة في حياتك تعبانة. غيرته على صهيون غيرة ايه؟ عظيمة. طيب بصوا، ما تفهمش من اول عدد 4 كأنه اصحاح تاني خالص. هكذا قال رب الجنود، سيجلس بعد الشيوخ والشيخات في اسقاق اورشليم كل انسان منهم عصاب يده من كثرة الايام. انا قلت لكم ده مشهد، ده صور، هبتدي يديك صور. سيجلس الشيوخ والشيخات في أسواق أورشليم كل إنسان منهم عصاب يده من كثرة الأيام. تمتلئ أسواق المدينة من الصبيان والبنات لاعبين
في أسواقها. في حاجة لها علاقة بالسوق كده. مرتين على 4 وعدد 5، وفي عدد 5 مرتين، يعني 3 مرات في أيتين بيقول كلمة إيه؟ السوق، أسواق. دي أسواق إيه؟ أشكرك، أسواق المدينة، أسواق الملكوت، هنحكي عنها حالا، أسواق الملكوت، شوارع وأسواق الملكوت. فهكذا قرب عدد 6، هكذا قال رب الجنود: إن يكن ذلك عجيبا في أعين بقية هذا الشعب في هذه الأيام، أفيكون أيضا عجيبا في عيني لقول رب الجنود؟ يعني معقولة ده يحصل؟ معقولة الأجواء تبقى كده، البنات والأولاد لاعبين في الأسواق، والشيوخ والشيخات جالسين، وكل واحد عصاب يده من كثرة الأيام؟ معقولة في وسط أجواء كل الناس يقولوا فيها متكعبشة ومتكعبلة ومش عارف إيه، وطلعة ونزلة وعلى الأرض ظلام دامس، يبقى الصورة شيوخ وشيخات جالسين في الأسواق وكل واحد عصاب يده قاعدين بيحكوا مع بعض، والبنات والفتيان لاعبين في الأسواق؟ إن يكن ذلك عجيبا في أعين بقية هذا الشعب، أفيكون أيضا عجيبا في عيني يقول رب الجنود؟ رب ما عندوش مشكلة. جملة مش مظبوطة. رب هقولها، رب ما عندوش مشكلة في وسط كل الدنيا ما بتدربك إنه يقوم خالق ليك مجتمع الأجواء فيه أولاد وبنات بيلعبوا في الأسواق. مش بس رب ما عندوش مشكلة، لا، ده مقاصد الرب انه يعمل كده لولاده، ان يبقى الدنيا مقلوبة، وان يبقى الاجواء مكهربة، وان يبقى مش عارف ايه بيقولوا ايه، والجورنال بيقول ايه، والاحداث بتقول ايه، لكن في نفس الوقت في اجواء في الملكوت. ولو ده عجيب في اعين الشعب مش عجيب في عيني الرب، في اجواء في اسواق الملكوت، انه في اجواء الملكوت في حاله من النعمه، السلام، العهد، البركه طول الايام، الفرح، الحريه. يعني تفتكروا يعني ايه الصبيان والبنات لاعبين في الاسواق؟ يعني مفيش هم، مفيش قلق، مفيش خوف، مش عايزين يجروا يستخبوا، يلعبوا في الشارع. هقول جملة بايخة، لأن إحنا دمنا تقيل، بنقرأ الآيات زي كده أو في الملك الألفي ربنا بيحب ولاده يلعبوا معاه ويلعبوا قدامه. ما بحبش ناس دمها تقيل. لما كان ناس دمها تقيل حواليه كان بيخلي الأولاد دعوا الأولاد يأتون إليه: دمكوا تقيل، وسعوا شوية، خليني عايز ألعب مع الولاد شوية. أنا مش بهزر، أنا بتكلم بجد، لأن كتير بيبقى دمنا أتقل من المفروض. أنا مش بتكلم عن غياب جدية قلبك والرب، أنا بتكلم عن إدراكك للنعمة والمحبة وسكناك في المحبة، فأنت مش متنشي متخشب لأنك عبد، لكن لأنك ابن فأنت مفكوك. الحرية التي حررنا فيها الابن يسوع المسيح، سكناك في الابن، دي حالة بتغير ديناميكياتك من ديناميكيات العبد اللي المشدود لحتى هيعمل حاجة غلط، للابن اللي بيلعب وأبوه بيقعد يتفرج عليه وهو بيلعب، حتى لما بيتكعبل، حتى لما بتلخبط، حتى لما بيبقاش عارف يركب اللعبة، هو مستمتع جدا بالمشهد، ابني بيلعب قدامي. احنا عقدناها. هكذا قال رب الجنود: أنا أخلص شعبي من أرض المشرق ومن أرض مغرب الشمس وآتي بهم فيسكنون. عدد 9: هكذا قال رب الجنود: لتتشدد أيديكم أيها السامعون في هذه الأيام هذا الكلام من أفواه الأنبياء. قبل هذه الأيام، عدد 10، قبل هذه الأيام لم تكن للإنسان أجرة ولا للبهيمة أجرة ولا سلام لمن خرج أو دخل من قبل الضيق. أطلقت كل إنسان الرجل على قريبه،
يعني في زمن عدى كان الحياة بالأجرة، والحياة بالأجرة مش جايبة نتيجة. لم يكن للإنسان أجرة ولا للبهيمة أجرة ولا سلام لمن خرج أو دخل من قبل الضيق، وبل بالعكس ده كمان الدنيا مشبكة في العلاقات، أطلقت كل إنسان رجل على قريبه. دي مش أجواء الملكوت، دي مش أجواء لاعبين في الأسواق والشيوخ والشيخات جالسين وعصيهم في يده، دي مش أجواء، دي أجواء بالأجرة، والأجرة مش جايبة، حتى البهيمة مش جايبة، حتى ما فيش سلام وبناكل في بعض. أما الآن فلا أكون أنا لبقية هذا الشعب كما في الأيام الأولى، يقول رب الجنود. بيحصل شفت، بيحصل تغيير. إيه التغيير هنا؟ أجواء الملكوت. القصة كلها أنت وأنا بندرك أجواء الملكوت ولا أنت بتعيش في أي واحدة منهم؟ أجواء الملكوت هو اللي بيحكمها محبة الرب وغيرة الرب، لأن الملك موجود في الوسط، في أجواء محبة وغيرة وأنت بتقف فيها. بتطلق حاجة من الحرية بقى، بتطلق حاجة من عبارة التخشيبة. مين قال إنك لازم تتخشب عشان تبقى، ومين قال إنك لازم ما تغلطش عشان تبقى في الملكوت؟ الفريسيين كانوا يقولوا إحنا ما بنغلطش فكانوا برا الملكوت، كما لو كان الشرط لوجودك في الملكوت إنك بتدرك إنك بتغلط. بس إدراكك لغلطك مش بخليك مرحرح في الغلط، إدراكك لغلطك بخليك تقف قدام النعمة وبتفرح بأبوك، فبترتاح. مش في نعمة نازلة، والنعمة دي عمالة بتغسلك بتغسلك بتغسلك، فأنت واقف في المكان. لا تجعلوا الحرية فرصة للجسد. ففي فرق ما بينك حرية مجد أولاد الله وإنك أنت في هذه الحرية بتلعب في الأسواق. مش معنى كده إنك بقيت أستاذ، لكن معنى كده إنك برغم إنك عارف إنك مش أستاذ أنت بتقف في النعمة. الملكوت مختلف، بيفك عشان النار تنزل، مش بتنزل على حد، مش بتنزل على حد متدين. النار بتنزل على أولاد لاعبة في الأسواق وشيوخ بيقولوا نعمة نعمة نعمة. كمل معايا. أما الآن جو مختلف خالص بقى، مش جو أجرة، مش جو ضيق، ومش جو صراع. فلا أكون أنا، عدد 11، لبقية هذا الشعب كما في الأيام الأولى، يقول رب جلود. بل إيه الرب يكون؟ إيه زرع سلام، الكرم يعطي ثمره، الأرض تعطي غلتها، السماوات تعطي نداها، وأملك بقية هذا الشعب هذه كلها. حلوة الآيات دي. لما الملك بيبقى موجود في المكان هو زرع السلام، الكرم يعطي ثمره، فجأة أرضك ما تبقاش مفصولة عن السماء. هي دي القصة في هذا الزمن، هي دي القصة اللي ضد روح، ضد المسيح. روح ضد المسيح يجي يقول لك زي ما رب شاقي قال، أنا جيت من رب، مين قالك الرب ده؟ أنا ربنا اللي بعتني. فاكرين رب شاقي؟ انتوا المفروض عارفين القصة دي، حافظينها يعني، أنا بتكلم كأنكم عارفينها. رب شاقي قال إيه؟ أنا جاي أضغط عليكم، أنا جاي أحصرك، ده ربنا اللي بعتني، وأنت مالكش الصلاحية إنك تقف ضدي أصلا، إنك في خطأ في حياتك. ده كلام إبليس. ومين قالك ان ربنا مش اللي بعتني؟ ده ربنا باعت ده عشان يعلمكم درس. في المقابل الملكوت، في الملكوت ده غيرة رب الجنود تصنع هذا. رب يغار لشعبه فيتحنن فيرف ويقضي بسخط عظيم على كل حاجة عاملة شلل لتقدمك، لان مقاصد ربك تتقدم. فقال كده، انا اكون في وسط هذا الشعب ايه؟ زرع السلام، الكرم يعطي ثمره، الأرض تعطي غلتها، السماوات تعطي نداها، وأملك بقية هذا الشعب إيه؟ هذه كلها. كما أنكم كنتم لعنة بين الأمم أخلصكم فتكونون بركة فلا تخافوا. يعني قبل كده كنت بتخش في الأمور تلاقيها مش ماشية، كنتم لعنة بين الأمم، كانت ماشية لغاية لما حضرتك جيت ما بقتش ماشية. ورب يقوم ناقل لما تبقى في الملكوت، فلما تبقى في الملكوت الحاجة اللي بقتش ماشية تكون بركة تمشي، لأنك أنت بقيت في بتأتي. بس فاكرين كنت بقول لكم إيه؟ بتدور على الحتة اللي ما فيهاش استجابة تقوم واقف مش تهرب منها.
لأن الحتة اللي ما فيهاش استجابة دي لعنة. لكن حضرتك لما تكون بركة بتقوم واقف الحتة اللي فيها لعنة عشان البركة تأتي على اللعنة. غيرة رب الجنود تصنع هذا. القصة كلها هو انت بتقف في الغيرة دي، بتقف قدام محبة دي، بتدرك في فرق ضخم. ده تجديد الذهن بيجدد الاختبار فبيغير شكلك، فبتختبر إرادة رب صالحة كاملة مرضية من جهتك. انتوا كويسين؟ اوكي، اقرا لكم ايه وهرجع تاني زكريا 8. انا اسف، هقرا لكم ايه اعمال 20. في اعمال 20 بولس بيقول اخر جمله ختاميه واخر كلمه ختاميه واخر مشاركه ختاميه واخر عظه ختاميه مع اهل افسس. بيقولهم اخر حاجه يقولها لهم، كتب لهم رساله قبل كده، خدمهم قبل كده، عمل حاجه كتير، بس دي اخر حاجه لانه كان رايح بعد كده وعارف انه هيموت في روما. في اعمال 20 هاخد ايه واحده بس، بيستودعهم عدد 32. الان استودعكم يا اخوتي، خلي بالك، ده اب روحي بيستودع اولاده فبيديهم الخلاصه. هيستودعهم لايه؟ الحاجتين، استودعكم لله، دي اول حاجه، بحطكم في الحضن، بحطكم فيه، بحطكم فيه، استودعكم لله. وايه؟ ثانيه واحده، عينيا بس تجيب الفوكس في الصفحه. ولكلمة نعمته أكمل القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين. بولس استودع ولاده الحاجتين، أنهم في حضن الله، ونمرة اتنين مش لأي كلمة، لكلمة إيه؟ لكلمة واحدة اسمها كلمة، اسمها إيه؟ نعمته. ونعمته دي كافية أنها إيه؟ تبنيكم وتعطيكم الميراث. فكر انت بقى، ده واحد بيدي اخر وديعه، اخر رساله، اخر جمله، اخر مره اشوفكم، استودعكم. لو بولس النهارده قاعد قدام حضرتك بيقول لك بص انا مش هشوفك تاني، فانا هقول لك الخلاصه، انا بحطك في حضنه وبحطك في كلمه واحده اسمها النعمة، والنعمة دي هتبنيك وتديك كل الميراث. عارفين في ناس مش انتوا يعني محتاجين يقولوا اي، لانه في ناس كتيرة حطت حاجات تانية كتيرة قوي اهم من السكنة في المحبة والسكنة في النعمة. أتاري السكنة في المحبة والسكنة في النعمة كافية جدا إنها تبني وتدي كل الميراث، ومش أنا اللي بقول. أوكي، أنا ما أعرفش بتعملوا إيه مع الآيات زي كده، بس آيات زي كده بتقوم مشكلة حياتك، هي بتشكل حياتي أنا. آيات زي كده بتقوم مطلع لي أوكي نادر عندك حاجتين تركز عليهم، لان بولس بيستودعك للحاجتين دول، والحاجتين دول قادرين انهم يبنيك يا نادر ويديك كل ميراث مع جميع المقدسين. اوكي، فنادر بيقوم خارج من ايه زي كده، واقف في الحته، واذا اسدت في حياتي واسدت في افكاري في الحاجتين دول انا مودع في الله، تقدر بقى تطلع بقى مواضيع كتيره بقى ازاي مودع في الله، سكونه في الله والكرمه والتجسد وكل حاجه. انت مودع في الله ومودع في كلمه واحده، كلمه نعمته. فانا بسكن نفسي في كلمه النعمه بس، كل فكره بتيجي دماغي ملهاش دعوه بكلمه النعمه ملهاش مكان فيا، لان الكلمه اي فكره هتاتي في دماغك ملهاش دعوه بالنعمه، مش هتبنيك، مش هتديك ميراث. تعرفين ان في حرب هتحصل في اخر هذه السنه؟ دي كلمه ليها دعوه بالنعمه؟
اوكي شكرا، مش هتحصل وقف في النعمه، نو مش هيحصل حرب في نهايه هذه السنه، تعرفين النيل هيحصل فيه وهيحصل. الكلمه دي لقب النعمه. يا شعب المسيح احنا مش قدريين، مش قدريين. في ناس قدريين يقول لك اصل ربنا هيسوي وهو هو ده اللي هيحصل، وما ولا رد لقضائه. مش حاجه اسمها كده. الرب بيقف قدام الكنيسه يقول لها عايزه ايه؟ عايزه ملكوت ولا عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ والكنيسه اللي واقفه عارفه شخصيه الرب، بتقف في شخصيه الرب وبتعرف تقول وتنطق الكلمات اللي بتحدد الشكل اللي جاي، لانها مش قدريه. اللي يحصل يحصل. فين الحتة اللي ما فيهاش استجابة؟ مش بطلع أجري منها، ده أنا بقف فيها. ليه؟ لأن مقاصد الرب كما في السماء كذلك على الأرض. مقاصد الرب المسيحي بيوقف الحتة اللي ضد المسيح بيقول ما فيهاش مسح. ارجع معايا زكريا 8. كما كنتم لعنة بين الأمم هك أخلصكم فتكونون بركة. الشفت بيتغير، الأجواء بتتغير، الأجواء الملكوت وأجواء البركة. لتتشدد أيديكم. عدد 16 تقولي طب أنا أعمل إيه؟ هذه هي الأمور التي تفعلونها. عدد 16 يجنن. أوكي يعني نادي أنت عمال بتقول حاجات كده جميلة والملكوت أجواءه جميلة ومش عارف إيه. أوكي أنا أعمل إيه؟ هقول لك الآيات، حرارك الآيات، بس خليني أقولها لك بلغة العهد الجديد لأن ده عهد قديم. عارف تعمل ايه؟ بطل الكلام بلغة العبد وبلغة اللعنة وبلغة الشكوى وبلغة المرارة وبلغة الخوف وبلغة الزمن اللي فات. بطل تقول نفس اللغة بنفس الكلام اللي كنت بتقوله لما كنت لعنة، لأن الرب يقولك انت من الآن فصعت تكون بركة، انت من الآن فصعت تكون لاعب في الأسواق، انت من الآن فصعت تكون موجود في حتة من أجواء مختلفة، فأنا بحطك في حتة مختلفة. بطل تقول الكلام اللي فات. أرى لك الآية، هذه الأمور التي تفعلونها ليكلم كل إنسان قريبه بالحق، اقضوا بالحق، قضاء السلام في أفواب في أبوابكم، لا يفكرن أحد بالسوء على قريبه في قلوبكم، لا تحبوا يمين الزور، هذه جميعها أكرهها يقول رب. آه طبعا دي لغة عهد قديم. بيقولك إيه؟ كل اللي فات ده والنتيجة اللي بركة دي كلها ليها علاقة فقط بكلامنا؟ عدد 18. كان إلي كلام رب جنود هكذا قال رب جنود، إن صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم السابع وصوم العاشر، دول أصوام كان الشعب اليهودي بيصومها في مسوح وفي رماد وفي نوح عشان الرب يرضى. فبيقول صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم السابع وصوم العاشر يكون لبيت يهوذا ابتهاج وفرح وأعياد طيبة فأحبوا الحق والسلام. ربك من فضلك عيد. عيد ليه؟ لو سألت السؤال عيد ليه بقى انت مش شايفه؟ شوفه وقعد في المحبة وعيد. بطل. في ناس هنا الطحونة في دماغها عمالة بتلف 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 حتى بطريقة روحية. عيد، ارجع طفل، العب في السوق قدام أبوك، ارتاح في المحبة، ارتاح في الملكوت، واعرف انه مش بسبب انك متنشن ربنا هيستجيب، لكن بسبب انك محبوب ربنا بيستجيب. مش لانك متنشن الحرب هتتحسم، لكن لانك بتلعب الحرب هتتحسم. مش لانك مركز جدا بطريقة نفسية، مش بكلمة طريقة روحية، مركز جدا بطريقة نفسية هتنتصر على الحرب، لكن لانك مركز في شخص واحد بتنتصر في كل حروبك. بصوا كل ده بكام عن الملكوت. ما بحكي عن الملكوت ايه؟ قاعدين بيلعبوا فيه في الاسواق ومش عارف ايه. بقى يقول لك ان الارض تعطي غلتها وبركه بركه 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 وبعد كده لما كنت زمان لعنه انا بخليتكم بركه، وبعد كده لما كنت بتصوموا بنوح انا بحول ده ليكون دي ايام اعياد. عدد 20. سيأتي شعوب بعد وسكان مدن كثيرة، سكان واحدة يسيرون إلى أخرى قائلين نذهب ذهابا لنترد وجه الرب،
ونطلب رب الجنود. تأتي شعوب كثيرة وأمم قوية ليطلبوا رب الجنود ليتردوا وجه الرب. حد كرز هنا؟ ما حدش كرز. دول كانوا فين؟ كانوا في السوق. بيعملوا ايه في السوق؟ لا والأسواق. بس في حد في المنتصف، في ديناميكية حصلة وفي أعياد بتحصل. مين حيبقى عايز يجي اجتماعات فيها وشوش ناس مكشرة؟ لكن مين حيلحق على ناس عايزة تيجي في وسط ناس بتسبح بكل قوتها وطاقتها وفرحها بتعيد؟ لأن مفيش إيد برة، بس في إيد في مدينة الرب، مدينة أعياد. فقولك يمسكون 10 رجال من جميع ألسنة الأمم، عدد 22، يمسكون بذيل رجل واحد من شعب الرب قائل نذهب معكم، أنا سمعنا أن الله معكم. الله معكم فين؟ في زكريا 8. فين في زكريا 8 وأنتوا بتلعبوا في الأسواق وأنتوا جالسين وأنتوا بتقولوا سلام وأنتوا بتكلموا بعض كلام نعمة وكلام بركة وأنتوا بتعيدوا بدل ما تصوموا وتنوحوا؟ أنا طولت. مزمور 114، أنا بختم خلاص. مزمور 114، أول ما تتحرك من أول أنت بتعمل إيه بالآية، أول ما تتحرك من طريقة تفكيرك لطريقة تفكير كتاب مقدس لطريقة تفكير الآية، أنت بتتحرك في القصد الإلهي. بولس علمنا حاجتين حيبنوكم، أسكن فيه وأشكر في النعمة، أستودعكم لله، والكلمة واحدة اسمها كلمة نعمة قدرة أن تبنيكم وتعطيكم كل الميراث مع جميع القديسين. مزمور 114 بحبه قوي. عند خروج إسرائيل من مصر، أول ما شعب الرب يقوم خارج من العبودية، ومش بكلم على العبودية يعني أنك بتسلم حياتك للرب، لأن مصر كتيرة موجودة جوانا بروح ارضاء الرب، روح كده بروح عبودية كده. تعرفين مصر قعدت جوا شعب الرب 40 سنة، لغاية لما في الآخر في الجلجال قال لهم أنا ضحركت عنكم إيه؟ عرمص ده بعد 40 سنة، يعني قعدوا 40 سنة من خروجهم من مصر لسه مصر جواهم. عند خروج إسرائيل من مصر وبيت يعقوب من شعب أعجم كان يهوذا مقدسه. الغلاية الداخلية، أنا بحب أقول التعبير ده، قوة النار الفرن كانت في الحمد، والشعب خارج النار والفرن اللي كان محرك هذه المكنة كان الحمد يهوذا. وبالتالي انك لغتك لغه حمد وشكر وتسبيح، دي اللغه اللي بتحركك، دي ده الفرن اللي غيره الموتور بيطفي. واسرائيل ده يعقوب الضعيف اللي اتنقل باسمه اسرائيل، بقى امير وراء الرب. اسرائيل محل سلطانه. فالحاجتين، خلي بالك انه هنا القصه شغاله، انه التسبيح والامراء هم اللي بيحركوا الدنيا لقدام. أخش للحتة اللي. البحر رآه فهرب، الأردن رجع إلى خلف، الجبال قفزت مثل الكباش، الأكام مثل حملان الغنم. مالك أيها البحر قد هربت، مالك أيها الأردن قد رجعت إلى خلف، ومالك كنا أيتها الجبال قفزتن مثل الكباش، أيتها التلال مثل حملان الغنم، أيتها الأرض تزلزلي من قدام الرب. هو مين اللي خرج؟ الرب ولا شعب الرب؟ عند خروج مين من مصر؟ شعب الرب. والأرض تزلزلت من قدام مين في عدد 9-7؟ الرب. كملوا انتوا بقى. قالت الأرض تزلزلي من قدام الرب، من قدام إله يعقوب، المحول الصخرة إلى غدران مياه، الصوان إلى ينابيع مياه. كل حاجة وسعت لما الشعب خرج وراء القصد الإلهي. في قصد إلهي على حياة كل واحد واحدة هنا، قصد مليان غيرة الرب، وغيرة الرب مليانة انتصار. زكريا 8 إدك صورة، دي غيرة الرب ليك. إيه غيرة الرب لكل واحد واحدة هنا؟ إنه يلعب في السوق،
دي مقاصد ربنا. قريت لك مقاصد ربنا انك تلعب في اسواق الملكوت، يعني اجواء رحب من البركه من الخير فيها امان. ومقاصد رب تلعب في اسواق الملكوت ان ارضك ارض السلام، ارضك تعطي غلتها، السماء تعطي ناداها، كنت قبل كده عندك خبرات لعنه تتحول انت تكون بركه، لغتك لازم تتغير عشان تختبر ده، ازمنه النوح تتحول الى ازمنه عيد. ده القصد بتاع ربنا. ولما بتعمل كده شعوب كتير هتأتي وتقول انا جايين معاك نطلع جبل الرب. ده قصد ربنا. لو اتحركت تجاهه التلال هتقفز كالكباش. لو مصمصش شفايفك وقلت دي صوره ماليش دعوه بيها انا مش فاهم حاجه، انت بتختارك ما تفهمش بصراحه. لأن اللي هو عايز يطلقه على حياتك اكثر جدا مما تطلب او تفتكر. لو اخترت انك تطلع وراه التلال ستقفز عشان الرب يحقق ده، والرب يقوم يتحرك قدامك. ايش في فرق؟ التلال قفزت من قدام الشعب ليه؟ لان الارض تزلزلت قدام الرب، لان الرب والشعب اتحركوا في نفس الخطوه. الرب والشعب اتحركوا في نفس الخطوه. ربنا رايح تجاه اعياد في وسط المشاكل. تحب تتحرك رجلك على رجله؟ ربنا رايح تجاه ملكوت من البركة والسلام في وسط مشاكل. تحب رجلك على رجله؟ ربنا رايح في وسط استخدام شعوب كثيرة تأتي وتمسك في ديل واحد برغم أنه لم يكرز، بس عشان بيعيد في وسط نوح. تحب تبقى رجلك على رجله؟ لو رجلك على رجله التلال بتذهب بتقفز. لو عملت مسافة بين رجلك ورجله ربنا يديك طول العمر. أمين.